نعم اشتغل برمجه وبعلمك سيادتنا. هسه بال 2018 دخلت محطه الزبيديه بطاقه 2540 ميجا واحد. بهذا العام دخلت محطه الناصريه بطاقه 500 ميجا واط. بهذا العام دخلت محطه السمار، هاي محطات جديده، دخلت محطه السمار بطاقه 500 ميجا واط. لكن شنو اثرها على على اي رحمه الله على والدك، رحمة الله على والديك. أثرها وهذا الأسبوع وبهذا الأسبوع الماضي. لا لا أريد أوصلك لنقطة سيادة النائب. سيادة نجم تسمح لي؟ اتفضل. وبهذا الأسبوع دخلت الوحدة التوليدية الأولى بمحطة صلاح الدين اللي انهجمت البارحة بصواريخ الكاتيوشا بطاقة 630 ميجا وات. تقدر تقول لي سيادة النائب يعني أنا هذا العام، هذا العام فقط مشاريع جديدة حتى تعرف أنا مواكب الطلب لو ما مواكب، أنا أزيد بالطاقات لو ما زيد، مدخل 500 من السماء ومدخل 500 من الناصرية. أستاذ أحمد حضرتك جايك بس جايك أستاذ، والله جايك أستاذي أستاذ نجم اسمح لي. ما جاي تنعكس على على مستوى ليش ليش؟ يعني ليش ما تنعكس؟ ليش ما تنعكس أستاذ؟ ليش ما تنعكس بس كربلاء 12 ساعة تجهيز؟ أستاذ نجم، أستاذ نجم، السؤال الذي يقول السيد المسعودي، العراقيين كلهم يقولونه، أنتوا تخلون أرقام على الورق، وإحنا نباوع على بيوتنا ما عندنا كهرباء، المعادلة مختلة بينكم وبين المواطن. أنتوا لا 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 شلون على الورق؟ يعني شنو على الورق؟ شنو على الورق؟ يعني أكو 500 بالناصرية. أنا أسألك. أنا أسألك. الناصرية ايش قد فيها كهرباء؟ السيد النائب عندي ايش قد اهل الناصرية يسمعون استاذ؟ رقمك ايش قد مستوى التجهيز بالناصرية؟ نعم استاذ احمد الان ايه؟ الان ايه؟ الان ايه اكو مناطق 4 ب 2 واكو مناطق 5 ب 1 يعني تجيهم 5 ساعات الكهرباء وتنطفي ساعة؟ اي اكو مناطق 4 ب 2 واكو مناطق 5 ب 1 والله يسمعون اهل الناصرية، انا ما عندي هاي المعلومه. اي العلاج اقول لك انا عدو لاهل الناصريه، انا رجال عبادي بيتي بالشطره بالناصريه، انا عدو للناس يعني انا ايضا ما قلت بهذا الشيء، لكن انا اريد اختم استاذ احمد نجم. العبادي استاذ نجم قبل استاذ ما نجم. اختم استاذ ليش نجم المنطقه الخضراء نص دقيقه المنطقه الخضراء ليش 24 ساعه تنطونهم كهرباء؟ ليش هم الولد عايزين فلوس؟ هسه بس لا تسمح لي نص دقيقة أيه. نص دقيقة اليوم انا المشاكل بتوزيع ونقل الطاقة منين تصير؟ ليش ما جنابك والسيد النائب يقول والله صدق ده تتعرضون لهجمة أيه. كبيرة نتيجة استهداف الخطوط الناقلة للطاقة، يعني اليوم انا الكهرباء بيشنقل غير بالخطوط، هاي الخطوط 31 خط ممطول بالقاع بسبب العبوات الناسبة آخرهن هسه قبل دقائق قبل لا أدخل الاستوديو خط ديالة شرق بغداد 400 هذا آخرهن هسه قبل دقائق أستاذ قبل أستاذ دقائق.